قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي التنيسي أبو محمد الكلاعي قال أخبرنا مالك، ومالك هو ابن أنس الإمام المشهور المعروف، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أن ترى من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم، وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. هذه الرؤيا قال النبي أراني الليلة عند الكعبة، إذا كانت رؤيا منامية، وهذا ما قاله الحافظ، لأنه يقول بأنه رأى الدجال ورآه وكانت الرؤيا عند الكعبة، والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، فكيف يكون ذلك؟ قال الحافظ: وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. وقد استدل ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المدينة، الحديث عن أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان أنه هو الدجال كما سيأتي في آخر الفتن. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى عليه السلام وله لمة، وعرفنا بأنها يعني الشعر إذا ضرب المنكبين، قرأ هذا الحافظ رحمه الله، إذا ألمت بالمنكبين قالوا لها لمة. والمسيح له شعر، وشعره يختلف عن مسيح الهداية، مسيح الغواية شعره يختلف عن مسيح الغواية، فهذا شعره مسترسل وذاك شعره يعني جعد قطط أي شديد الجعودة. والمسيح عيسى يقتل المسيح الدجال،
مسيح الهداية يقتل مسيح الغواية، جعله الله، جعل الله ذلك سبحانه وتعالى، ويقتله في دمشق في باب لد عند المنارة البيضاء. والمسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها، إذا أراد أن يدخل شهرت الملائكة السلاح في وجهه فلا يدخل مكة والمدينة، شرفهم الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان، إسحاق ابن راهوية وحبان ابن هلال، قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضرب شعره منكبيه، شعره منكبيه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حديث أنس أورده من عدة طرق، سيأتي إن شاء الله، أورده من عدة طرق، عن قتادة عن، ووقع في الرواية الأولى يضرب شعره منكبيه، وفي الثانية كان شعره بين أذنيه وعاتقيه، يعني كأن فيها اختلاف، والجواب عنه كالجواب في حديث البراء سواء. وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علي عن حميد عن أنس: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، ووقع عند أبي داود وابن ماجه وصححه الترمذي من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، لفظ أبي داود. والإنسان ينظر إلى عادات أهل بلده، فمن الناس من ربما فعل ذلك شهرة، والشعر أو إزالته، يعني بعض الناس إذا قيل إن من علامات الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم رب الشعر، تربية الشعر وحلقه لا يغني، العبرة بالعقائد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر جيء بأولاده فأمر الحلاق فحلقهم، وكان النبي يحلق شعر رأسه، وحلق شعر الرأس من المباح، إن احتجت إلى حلقه لا حرج، وإن تركته لا حرج عليه، لكن من جعل ذلك سيماك الخوارج، أما الآن فصاروا يربون شعورهم. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، تبوذك المنقري أبو سلمة، قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال: كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قال حدثني عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة. وجرير هو ابن حازم. عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه صلوات ربي وسلامه عليه،
وعادة القوم أنهم كانوا يربون شعورهم. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وهذا من كمال رجولته. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط، أن لم يكن مسترسلا ولم يكن جعدا يعني ملتويا بعضه ببعض. قال حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين أي واسع الكفين ضخم اليدين والقدمين، وهذه من شمائله صلى الله عليه وسلم. وهناك تعليق جيد للعلامة الألباني على الشمائل وعلى بعض مفردات الأحاديث في شمائله. قال حدثني عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن هانئ عن همام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. والحافظ يقول الرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، يعني المراد يعني الضخامة، قال الحافظ أي غليظ الأصابع والراحة. وقال ابن بطال كان كفه صلى الله عليه وكانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة اللحمة. قال وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبها له. إلى هنا بارك الله فيكم.